اتصدرت فعاليات مهرجان العالمين الترند بعد أسبوع مليان مفاجآت، ومنها حفل كايروكي واللي شهدت حضور جماهيري كبير جدا، وكمان كان في حفلة توليت المطرب المقنع الغامض اللي كل الناس عايزة تعرف هو مين. ومن الفعاليات اللي اتصدرت الترند برضو في مهرجان العالمين كانت مسرحية البنك سرقوه من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأشرف عبد الباقي وميرنا جميل. وبنفكركم طبعا أنه ختام حفلات المهرجان هيكون في الويكند ده مع حفل ويجز.